متجر عزيز لبيع الكوينز مضمون وآمن من الباند بنسبة 100%. تقدر تشحن حسابك إلى 15 مليون مرة واحدة بدون أي مشاكل. يقبل تحويل بنكي لجميع البنوك السعودية، وأيضا المتجر معتمد ومسجل لدى وزارة التجارة. كل التفاصيل تحصلونها تحت الديسكريبشن. السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ أهلا بكم يا جماعة الخير في مقطع جديد. طريق المجد مجددا هنا يا جماعة الخير. قطعنا عن السلسلة فترة طويلة جدا جدا، والسبب إنه أنا بغير، كنت بغير شيء في السلسلة، احتجت إني آخذ وقت جدد وكذا، خلي السلسلة حماس ايضا لانه مللنا من الروتين، لانه خلاص وصلنا في ديفيجن 1 ما عندنا غير هدف واحد اننا بس نجيب ديفيجن 1. على العموم يا جماعة الخير لا تنسون ابدا ودائما تضغطون زر اللايك عيال بداية المقطع سبب التأخير. يا جماعة الخير، الليجند الجديد اللي هو او الايكون الجديد رونالدينيو وضعناه مكان رونالدو. انا جربت اللاعب في حسابي الثاني، لعبت فيه 20 مباراة، سجل لي 30 جول وصنع لي 10، الزبدة خرافي. يمدينا نحطه وسط، يمدينا نحطه هجوم، متكامل والكمال لله عز وجل يا اخوان. حتى شفت بعض المحترفين يلعبون فيه بنسخة البرايم، هذا بدلتها مكان رونالدو، ما تغير ولا شيء يا شباب في النادي. الفلوس اللي كانت معنا في الحلقة الماضية هي نفسها معنا في الحلقة هذه. اللهم رونالدو روح وجاء مكانه رونالدينيو. بالنسبة يا جماعة الخير، رونالدينيو فلوس رونالدينيو، اوكي انا احتجت تقريبا مليون كوينز واشتريتها من متجر عزيز اللي الان انا اعلن له حاليا. هذا المتجر يا جماعة الخير ثقة مضمون، نسبة الباند فيه 0%. يعني يا جماعة الخير تراني شاحن المليون ذي من فترة طويلة، يعني لو في باند اوكي او في اي شيء عن الباند انا حكون اول مثال. الآدمي جدا ممتاز وسعر المليون عنده منخفض عن باقي المتاجر اللي موجودة في تويتر. أضف إلى ذلك إنه عندهم يا عيال جيف أواي على 5 مليون كوين، كل فائز مليون واحد يأخذ له مليون، أوكي هذا الشيء ثقة يا جماعة. أنا أشتري منه شخصيا. خلنا نخش في السلسلة، واعذروني يا جماعة الخير طولنا في موضوع الإعلان. أوكي عندنا 17,000، بس بغانا نشتري ويليان. شيل هذه النسخة يا حبيبي. الآن تشكيلتنا يا جماعة الخير مكتملة. أوكي يطلع الرجال الطيب هذا ويخش مكانه نينجولان. لوزانو إذا احتجناه كان غالبا راح يكون مكان الرجال الطيب ويليان. ورونالدينيو يشوف ايش يسوي معانا. كذا احنا جاهزين يا اخوان للانطلاق. تذكير يا اخوان هذا الديفيجن، الله عندنا خسارتين والبقاء بس لازم نفوز المباريات الجايه. ليتس جو. يلا الخصم القادم عنده تشكيله ممتازه جدا، تشكيله بس انه ملخبط يا ولد، حاط ناس وهجوم حاطهم وسط. يلا على بركه الله نبدا. طبعا جلتش يا اخوان، السنتره راح بعد الابديت زي ما يقولون انه خلاص الان. انتبه، يا سلام هندانو. رونالدينيو يا حلوي، يلا الله مدموسة جول يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي الهداف. يا والله تعطي باص من النص رونالدينيو يا عيني، هاني احمد موسى جول. يا سلام قال لكم رونالدينيو الفرق يا اخي، يسمع وراح يسجل باذن الله. قوية ذي لو جات رونالد. اوف يا احمد موسى، اوف رونالدينيو كم سجلها مرمانة كبيرة. بايلي صح عليك، ايوه كذا قراءة الخصم يا حلو. فاول بلنتي، ياس بلنتي، حلوة حلوة حلوة. بس الخصم ما قاعد ينافس ولا قاعد يلعب ولا عنده خطة مضبوطة. رونالدينيو واو 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 واو، حرام حرام عليك. اوف يا الباص اللي معك صح عليك يا كليني، ايه ابو كل ايه الدفاع. يلا رونالدينيو يا عين يا عين يا عين يا عين، صح عليك. يلا اللي بعده اللي بعد. سكيلته خرافية وواضح انه حق فوتشامب. اعتقد ان المباراة هذه اختبار حقيقي. طيعات يا حد، حلو حلو معلي معلي. يلا اوه حلو معلي، هندانو كبير ميسي. لا يشوت يا اخي، لس لا يشوت ميسي. يلا كبير، خطأك خطأك. لا 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 هذه مساحة للشوت يا اخي، لا يشوت يا اخي لا يشوت. وش فمك؟ يلا يا رونالدو يا ولد، حلال الفرنك جايب لي اسطورة، مسوي لي فيه اسطورة. ها
ولا أسمع فلسفة ولا كلمة منك. دفاع زفت. نعم نعم. I know. خلاص سكت ولد. هذيك كيف صدها؟ صح. قام يهدي كورة، طبيعي جدا فايز في النتيجة، ما يبغاني أرجع، فأكيد بيهدي كورة. اوكي، تشكيلته فيها الوان كثير. هذا اخو ماثيوس اللي كان مدافع برشلونه، يا ابني الله يباصك يا احمد موسى. باص يا رونالدينيو. يلا احمد موسى، شوط سامج. بسرعة يا رونالدينيو، وصلنا عند المرمى. يعني ايش يلا احمد موسى، يا سلام يا رونالدينيو، واخيرا يا بلنتي. حكم يلا رونالدينيو. الله يا اسطوره يا ايكون يا تعال يا شيخ، والله العظيم انه استاهل يا عيال في كل الثلاثة مليون اللي حطيته. روح الله عليك على الباص. اوف يا ولد، ايش الكذب؟ ايش الكذب يا لما يصفق الواحد. حلوين، اداء ممتاز، دفعت مره بشكل كويس، ما غير كذا في هجمه واحده ما ادري ايش سويت، جبت ام العيد فيها، لكن كان دفاعي مره ممتاز في المباراه. اوكي، اختصر لكم ولا نكمل؟ ممكن نلعب مبارتين الحلقه الجايه ومباراه بدايه الديفيجن افضل، يصير حتى تجينا فلوس. الشيء اللي غالبا راح نسويه في الحلقه القادمه او راح نسويه الان، اللي هو اتوقع اني راح ابيع يا عيال شو اسمه ذا ميرتنز، كم صار سعره، نعرضه للبيع يا اخوان، ويصير الحلقه الجايه يصير نبقى في الدرجه ونشتري بوفون بحيث انه يشبك خط يعني اخضر مع كليني، ما ادري تشوفونها فكره كويسه ولا نخلي هاندانوفيتش يا اخوان ماخذ 8 مستري. اكتبوا لي تحت في التعليقات اذا يستاهل ان نغير هاندانوفيتش ولا نخليه بالكمستري حقه، لانه ما ادري احس انه اوكي. يا جماعه الخير، وصلنا نهايه المقطع، اتمنى انكم استمتعتوا بالمقطع، زر اللايك، تابعوني حساباتي تحت، اشترك اذا ما كنت مشترك في القناه. نراكم على خير، في امان الله. Oof.